أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. نستكمل الليلة الجزء الثاني والأخير من لقائي بالمهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. أما في الجزء الأول من البرنامج فسنتحدث فيها بطبيعة الحال عن أداء البورصة المصرية. البورصة فقدت خلال جلسة اليوم أكثر من 330 نقطة، وعلى مدى الأسبوع 800 نقطة. هذه التراجعات الحادة ستكون في الحقيقة موضوعنا لهذه الليلة، إضافة للتراجعات المكثفة أيضا في الأسواق العربية وأيضا العالمية. ضيفي سيكون هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة روي لتداول الأوراق المالية. فصل قصير ونبدأ معكم بأبرز الأخبار. انهارت الأسواق الأمريكية مع آخر إغلاق لها، تلتها انهيارات في الأسواق الأخرى سواء المتطورة أو الناشئة. فتراجع في جلسة الأمس مؤشر داو جونز بأكثر من 3%، وتراجع ناسداك بأكثر من 4%، وهبط ستاندرد اند بورز ب 3.3%. جاء هذا الهبوط نتيجة ضغوط من شركات التكنولوجيا، حيث فقدت جلسة الأمس أكثر من 800 نقطة ليسجل قطاع التكنولوجيا أسوأ أداء له. وهبط سهم فيسبوك وأبل بأكثر من 4%، وتراجع سهم سناب شات ب 5.9%، وتراجع سهم أمازون بأكثر من 6%، وسهم تويتر تراجع أيضا بأكثر من 8%. يأتي ذلك نتيجة اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وإنهاء ما يسمى بعصر الأموال الرخيصة. الأسواق الأمريكية استهلت تعاملات جلسة اليوم على تباين بعد الهبوط الحاد الذي منيت به بالأمس، وما زالت التعاملات مستمرة في أسواق المال الأمريكية حتى الآن. وكانت هذه الأرقام في فتح السوق لهذا اليوم. ننتقل الآن لأداء الأسواق الأوروبية والتي سيطرت التراجعات الجماعية على أدائها في آخر جلسات التداول. إذن الأرقام ليست واضحة، لكن داكس الألماني تراجع، وأيضا كاكا الفرنسي وفوتسي البريطاني. في الأسواق الأسيوية كانت هناك أيضا حالة من التراجعات، يعني لا تختلف أبدا عن التراجعات التي شهدتها بقية الأسواق. شنغهاي تراجع ب 25%، هانغ سانغ تراجع ب 3.5%، نيكي الياباني سجل هبوطا يقترب من 4% بنهاية الجلسة الأخيرة. 9 مليارات دولار فقدها الملياردير الأمريكي جيف بيسوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمازون، بعد جلسة 10 أكتوبر الدامية. تبلغ ثروة بيزوس اليوم 144 مليار و700 مليون دولار. كما أشرنا، شهد سهم أمازون تراجعا بالأمس بأكثر من 6.5% و13% منذ بداية الشهر الحالي. شهر أكتوبر ليس شهرا جيدا لشركة أمازون. أثرياء آخرون تضرروا وأصبحوا أكثر فقرا وفقا لفوربس بسبب تراجعات البورصة الأمريكية بالأمس، وعلى خلفية القلق من الاتجاه لرفع الفائدة الأمريكية. منهم مؤسس جوجل سيرجي برين ولاري بيج، فقد 4 مليارات و300 مليون دولار في جلسة الأمس فقط.
أما مارك زوكربيرج رئيس مجلس إدارة فيسبوك ففقد 2,400,000,000 دولار وتبلغ ثروته الآن 59,700,000,000 دولار. مشاهدينا، وحول أداء البورصات العالمية ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف شريف نبوي رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية. مساء الخير أستاذ شريف، وبداية ما تفسيرك لهذا التراجع الذي سيطر على الأسواق الأمريكية بالأمس وخاصة قطاع التكنولوجيا؟ هو التراجع اللي شهدته الاسواق الامريكيه والاسواق العالميه هو ابتدى يمكن ممكن من اول الاسبوع او من اخر الاسبوع اللي فات نتيجه ارتفاع عوائد سندات الخزانه الامريكيه. هي وصلت لنسبه عائد عاليه جدا ما كانتش وصلت له من 7 سنين او من سنه 2011 بالتحديد، نتيجه عمليات بيعيه شهدتها السندات دي خلال الاسبوع الماضي. ولم يقتصر الارتفاع على عوائد سنه بالسنتين بس، ولكن ارتفعت عوائد طول منحنى العائد كله ارتفاع كبير. ده كان بعدة أسباب، نتيجة نمو الاقتصاد الأمريكي وإن الفدرالي الأمريكي هيعلي الفوائد وتقرير وظائف القطاع الخاص بتاع سبتمبر اللي هو طلع أكتر من المتوقع، وكل الحاجات دي كانت سبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. نرجع في حاجتين تانيين مؤثرين على السوق يمكن برضو تأثر سلبي. عندنا التقرير بتاع صندوق النقد الدولي بتاع شهر أكتوبر اللي خفض فيه تقديراته النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل ل 3.7% بانخفاض 2% عن تقديراته منذ يوليو 2016. وحذر من الحروب التجارية العالمية، ده خاصة الحرب بين الحرب التجارية الأمريكية الصينية اللي بتدور حاليا، إن هي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية. وإن هم صندوق النقد الدولي لديهم نظرة متشائمة إذا تقييم بعض الأصول التي اعتبرتها مرتفعة نسبيا خاصة في السوق الأمريكي. طبعا عشان السوق الأمريكي السنة اللي فاتت كان على ارتفاعات والتقييمات فيه كانت عالية جدا. نعم، طيب الأسواق العربية أيضا حدثت بها خسائر كبيرة اليوم، كيف نفسر ذلك في ظل التراجعات في الأسواق الأمريكية؟ هو طبعا اقول لحضرتك على حاجه، هو السوق الامريكي هو كان محرك كبير لاسواق العالم كلها، مع انخفاضه بشده امبارح وانخفاض الاسهم القياديه فيه ادى الى انخفاض جميع الاسواق. لو بصينا على السوق الصيني او حتى الياباني او هونج كونج، يعني فاكرا يعني كل الاسواق دي نزلت بنسب كبيره جدا. فمن الطبيعي جدا الاسواق العربيه والسوق المصري حتى شهد انخفاضات كبيره نتيجه زي ما نقول النيجاتيف سنتمنت او الجلوبال سنتمنت العالمي، يعني عالميا الدنيا متاثره فلازم كل البورصات العالميه تتاثر. كل الاسباب اللي اتكلمنا فيها دي بتخلي المستثمرين قلقين ان هم يستثمروا في الاصول ذات المخاطر العاليه. فبيتخرجوا منها ويبتدوا يستثمروا في اصول بمخاطر منخفضه او من غير مخاطر زي السندات الامريكيه، خاصه ان العوائد فيها جذابه او مثمره، وصلت لعوائد مرتفعه، فالمستثمرين بيفضلوا يستثمروا فيها نتيجه طبعا المشاكل الموجوده زي ارتفاع الفوائد وقلنا النزاع التجاري الامريكي الصيني والانتخابات النصفيه اللي هي هتتم المفروض في نص نوفمبر دي برضو في امريكا، مخليه المستثمرين قلقين من الاستثمار في السوق. شكرا جزيلا الاستاذ شريف نبوي رئيس قطاع الاسواق الخارجيه بشركه نعيم. وبالفعل مشاهدينا الكرام، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من تأثير حروب التجارة العالمية على معدل نمو الاقتصاد العالمي، وطلبت لاغارد بوجود حلول فعلية وسريعة للنزاعات التجارية القائمة بين مختلف الكيانات الاقتصادية. تسعى بي ام دبليو لرفع حصتها في شركة بريليانس الصينية إلى 75% بعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 50%، وهذا مقابل 3,600,000,000 يورو. واتجهت الشركة لاتخاذ هذه الخطوة بعدما بدأت الصين في تخفيف قواعد الملكية في أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم.
أبرم البنك المركزي المصري اتفاقية تمويل بقيمة 3,800,000,000 دولار مع عدد من البنوك الدولية. تتم الاتفاقية مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية التي أصدرتها مصر، حيث ستدرج ببورصة أيرلندا، وستتم تسوية العملية بعد قيام البنك بسداد 3,100,000,000 دولار عفوا. نشرت مجلة الإيكونومست تقريرا مفصلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر ورؤيتها المتوقعة للتنمية، وأشارت إلى أن جهود الإصلاح أثمرت عن انخفاض معدلات البطالة وتزايد النمو وتضاؤل العجز المالي وتوافر العملة الأجنبية، إضافة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما تتابعون مشاهدينا هبوط شبه جماعي للأسهم العربية، تصدرت البورصة السعودية الخسائر بتراجع يقترب من 4%، وتعد هذه أعلى وتيرة في نحو 3 أعوام، ليواصل نزيف النقاط للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بالتراجع الجماعي في كل القطاعات. إجمالي النقاط التي فقدها السوق في آخر 3 جلسات 408 نقاط، يعد ذلك أدنى مستوى منذ 16 سبتمبر الماضي. المؤشرات الكويتية أنهت أيضا بتراجع ب 16%. سوق أبوظبي المالي سجل خسائر كبيرة اليوم، أكبر خسائر سوقية في شهر، وتراجع بأكثر من 19%. فقد رأس المال السوقي 4,850,000,000 درهم. سوق دبي المالي جاء في المركز الثاني من حيث التراجعات ضمن الأسواق العربية، وكانت أقل الخسائر في بورصة البحرين التي اكتفت بتراجعات ب 13% أو ما يزيد عن ذلك بشكل بسيط. مسقط تتراجع ب 14% متأثرة بتراجعات في أسهم كبرى وهبوط جماعي للقطاعات، والسوق البحريني يصل لمستوى 1,324 نقطة. إذن التراجعات طالت كل الأسواق، وطبعا الأسواق المصرية من ضمنها. سنعرض لكم الأرقام المفصلة
في فقرتنا الرئيسية بعد فاصل قصير، لكن أترككم الآن مع هذا التقرير عن اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعقدها مؤتمرا لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في إطار السعي إلى إيجاد شراكة حقيقية وفعالة بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية بهدف الوصول إلى تجاوز التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص ومشروعات على أرض الواقع، نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة بعنوان الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية، بحضور أستاذ محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. الفترة اللي جاية مصر بتعرض أكتر من رؤية، جزء منها متعلق بالخريطة الاستثمارية والمشروعات القومية المتعلقة بيها، جزء ثاني متعلق بالتسهيلات اللي قدمها قانون الاستثمار، جزء ثالث مرتبط بشكل أساسي بالمشروعات اللي الهيئة بتعملها خلال الفترة الحالية لإنشاء مناطق صناعية واستثمارية ومناطق حرة جديدة عشان تجذب فيها المستثمرين. القانون قدم العديد من التسهيلات، هدفنا الأساسي النهاردة من خلال المؤتمر إن احنا نعمل تواصل بيننا وبين المستثمرين اللبنانيين، والهدف الأساسي من ده هو إن احنا نخلق مناخ قادر خلال الفترة اللي جاية على جذب مزيد من الاستثمارات المتواجدة داخل مصر خلال الفترة اللي جاية. أكتر مشكلتين بتواجه أي مستثمر هو نمرة واحد ملف تخصيص أرض، المشكلة الثانية هي التراخيص، عشان تاخدي تطلعي ترخيص سواء مشروع صناعي سواء مشروع سكن مشروع سياحة مشروع صحي مشروع تعليمي بياخد وقت طويل جدا. وجاءت هذه الندوة لأهمية الاستثمارات اللبنانية في مصر، والتي وصلت عدد مشاريعها إلى 1400 مشروع بإجمالي استثمارات 4 مليار دولار، وتعتبر الدولة 13 من بين 152 دولة مستثمرة بمصر. وإيمانا من الدولة بأهمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين بشكل دائم، جاء قانون الاستثمار الجديد بعد إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي يحد من البيروقراطية ويسمح بخلق أدوات لتسوية المنازعات وتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية. كتير من الناس حابة وحط عين على مصر تستثمر بمصر، وهل الشقين اللي هي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية هدول كتير مهمين لأي مستثمر حابب يجي يستثمر بمصر. النهاردة معنا رئيس هيئة الاستثمار، طبعا هو شخص مهم جدا ويقوم بدور يعني رسم الخريطة الاقتصادية للبلد، وبالتالي لما بنستضيفه بنحاول نستفسر منه ايه توجهات الدولة. وفي رسالة واضحة تعهد رئيس هيئة الاستثمار أستاذ محسن عادل أن يكون المسار الموازي للاستثمار الخاص في خطوة من شأنها رفع الاستثمارات وجذب العديد منها والوقوف على أفضل مناخ عام استثماري بمصر. سارة عبد الله، برنامج مال وأعمال، إكسترا نيوز. أهلا بكم من جديد. خسائر كبيرة تشهدها البورصة المصرية في هذا الأسبوع وتحديدا جلسة اليوم. مؤشر رئيسي فقد 2.5% بنهاية تعاملات اليوم، تقريبا 340 نقطة، أنهى عند مستوى 13283 نقطة. لماذا تحدث كل هذه التراجعات؟ ما السبب في استمرارها؟ هذا ما سأعرفه من ضيفي هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة روي لتداول الأوراق المالية. أهلا وسهلا أستاذ هشام، ومبروك البوست الجديد في الشركة، أهلا بيك. اشرح لنا إيه السبب في هذه التراجعات؟ جلسة النهاردة بالتحديد هي كان بانيك أكتر منه مربوط بأمريكا. جلسة يعني إنهاء جلسة أمس في أمريكا كانت دامية عندهم جدا، عمل بالزبط. بانيك دي في، طبعا احنا اصلا كان في عندنا تراجعات، احنا بقى لنا فتره كبيره جدا، لكن احنا مالنا ومال امريكا؟ لا، هي النهارده دي نفسي مش اكتر من كده، بدليل انه في الحقيقه يعني الرقم اللي اتقفل عليه البورصه كان على تراجع، ولكن في اسهم بعد ما يعني نزلت لاكتر من 4 و5% عودت وقفلت في المنطقه الخضراء في الحقيقه. يعني حتى كان احدى بالتحديد كان طبعا، وده شيء مهم جدا، كان سهم التجاري الدولي بعد ما نزل مستويات 78 وشويه رجع عود مره ثانيه قفل فوق ال 80 جنيه مره اخرى. في اسهم كثيره جدا هو ما حدث فيها نفس اللي حصل بالظبط مع التجاري الدولي. فالنهارده جلسه فيها ذعر شويه،
فبالتالي دايما انا الجلسات اللي فيها زور تخوفا من الاحداث العالميه قد يحدث ايه تراجعات هنا هنزيد معانا لازم استثنيها شويه من الاداء وابتدي اشوف الوتيره، وان كان الوتيره اصلا عندنا احنا بناء يعني في عندنا مستويات يعني احنا بنتراجع بقالنا فتره طويله جدا، وهو وان كان الا انه التصحيح اللي احنا مستوى فيه ده هو اول تصحيح يحصل من عند 2016 لغايه النهارده. لما اجي ابص عليها عندي منظرين، منظر انا كده كده برجع في اداء يعني في اتجاه هابط على مدى متوسط الى طويل، ولكن انا عندي من 2016 لغايه النهارده اول تصحيح حقيقي قد تحدث، الا انه مستويات لغايه من يعني من عند ال 14 13 الحته دي مستويات مهمه جدا، لان الاسهم في حد ذاتها وصلت لمستويات مستويات مهمه جدا في الدعوم على الدعوم للدعوم يعني. طيب خليني اعرف من حضرتك التراجعات الحاده كيف تنظر لها في الفتره المقبله، يعني هل هتستمر هذه الوتيره على مدى الايام المقبله او الاسبوع اللي جاي ولا لا؟ وطبعا احنا بنتابع مع حضرتك ارقام الاغلاق على كل المؤشرات. الشاهد في الموضوع خبر ايجابي يحصل في الحقيقه، احنا لما يعني نيجي نبص للمنظر اللي بيحصل من عند ال 15 بس عايز ابص له شويه 15 16 وبعدين جينا تاني عند مستوى 15000 نقطه ثم مره الاخيره عند مستوى 16000 وبعدين حصل كم خبر قوي جدا من ضمنها مصادره فلوس الاخوان المسلمين وبعد كده كان التحفظ على بعض رجال الاعمال وبعد ده كسرنا فيه 15000 ده خلق موجة جديدة طبعا من التراجع وبعدين الحدث الأخير بتاع أمس خلق موجة جديدة برضو. إن كان لما تيجي تبص لها أنه في الحقيقة أخبار داخلية السيئة أنت خلصتيها كلها ومعظمها بقى في الأخير نفسي، ما فيش حاجة تدعو للتراجع أكتر من كده، انت كل الاخبار الاقتصاديه طالعه على مصر ايجابيه جدا سواء داخليا على الشركات او خارجيا من مؤسسات دوليه. حتى تقرير موديز بالامس عن قطاع البنوك كان جيد جدا، ده يعني ده في حد ذاته نقل القطاع كله من المستقر الايجابي، اذا كل يعني حتى خارجيا بينظر لمصر انه فيها مستقبل كويس اقتصاديا. يعني المشهد فيه حاجتين غريبين، انت تيجي تبصي على الناس بص عليكي كويسه، التقرير عندك بتطلع ايجابيه، انت بتتحسني شيء ما، ولكن يظل في ضغط نفس الفتره أخيرة. أنا أتوقع أنه مجرد ما يحصل خبر إيجابي وإن كان ممكن يتوافق أو يتناسب مع أو يعني يبقى بظهور بداية الطروحات أو زيادة الحصص الحكومية نشوف هتصرف فيها إزاي، ألاقي مرة تانية بس تخلص الوتيرة السلبية دي شوية أتوقع أن قد نبتدي فيها انطلاقة جديدة للسوق يعني للسوق من هنا يعني. جلوبال تيليكوم زي ما بنشوف على البيان دلوقتي نازلة بشكل كبير جدا، أيضا بلتون المالية وهذه طبعا أسهم لشركات كبيرة بالإضافة للشركات الأخرى موجودة على القائمة، لكن خلينا نتكلم على جلوبال تيليكوم مع كل المشاكل اللي كانت بتصاحبها خلال هذه السنة. يعني جلوبال طبعا النهارده كانت حاله فريده برضو مع، ولكن وان كان يعني تراجع 2% ده كان مقبول جدا، انتم متوقعين اكتر من كده في الحقيقه، لان النهارده صاحبها نوفيون سحبت العرض خالص خلاص، قالت انا 10% يعني انسحبت منها ناقص 2 نزلت حوالي 10% يعني 3.2 جنيه 8 التراجع بتاع 10%، وان كان قبل كده لما كان عند فرق اشاعه كان في تراجعات اكتر من كده. اعتقد ان كل الاخبار السلبيه خلصت من عليها خلاص، العرض اتسحب وهي هتبتدي تتحرك بقى زيها زي اي سهم اخر في السوق، مفيش عليه اخبار، اما ان يظهر خبر جديد مره ثانيه بعرض استحواذ مره ثانيه وده معناه رحله مره اخرى، وان كان لو ظهر دلوقتي مش هيبقى قد يبقى مفيد او غير مفيد، وان كان مش هيبقى بسرعه. اعتقد انه الناس ثقتهم ربما في هذه العروض او حتى يعني شهيتهم تأثرت كثيرا بسبب العرضين السابقين. لو احنا بصينا على المستثمر قصير الاجل طبعا هو بقى فقد الشيء تماما، خاصه انه كان في تراجعات عنيفه جدا فده معناه انه بيسبب له خساره، ولكن انا عايز ارجع بس بالمشهد اللي احنا رجعنا ورا كده فتره لمده سنه وشويه، كان نفس المشهد ده بالظبط، كان الجلوبال تيليكوم عند ادنى من ذلك من الارقام مستويات جنيه ونص، وفجاه بعد ظهور العرض بتاع يعني عرض الاستحواذ خدت رالي قوي جدا من مستويات الجنيه ونص الى مستويات السبعة جنيه وشويه، يعني عاملين اكتر يعني في اكتر من 700%. طب أوكي. يعني قد يحدث هذا مستقبلا لو هنطبق نظريه التاريخ يعيد نفسه، فقط تتشال الاثار السلبيه دي وقد يحدث ما يحدث ايجابيا في الفتره القادمه. انا عايز اسال حضرتك سريعا، هل هناك ارتباط حقيقي ما بين السوق المصريه والاسواق الامريكيه وكل ما يحدث فيها هذه الايام؟ أم هو نفسي فقط؟ يعني في جزء منها نفسي، لكن تتشابه بعض الدورات، وإن كان العلاقة المباشرة في الحياة بين السوق المصري اللي يهمني أكتر بينه وبين الأسواق الأخرى، مؤشر الدولار هو المحور اللي رابط جميع الأسواق ببعضها البعض، هو ده لازم تاخد بالك منه أكتر. أوكي. السوق ممكن يبقى في حالة صعود وأمريكا تبقى في حالة هبوط والعكس،
امريكا تبقى في حاله صعود واحنا كنا في حاله تصحيح. اوكي، احنا دلوقتي بنعرض مؤشر اي جي اكس 30 على مدى الاسبوع، واضح جدا طبعا التراجعات الكبيره. صحيح. خليني اسالك عن قصه ثروه كابيتال، طبعا كان ليها طرح خاص خلال اليومين اللي فاتوا. هل حضرتك شايف انه التوقيت كان مناسب؟ هل يمكن أن نقارنه بالطروحات أو برنامج الطروحات الأخرى؟ طبعا برنامج الطروحات ليه طبيعة مختلفة، ده طرح خاص ودي طروحات يعني لها توليفة أو تصنيف مختلف، اشرح لنا أكتر. والله يعني ثروة كابيتال هي القطاع بتاعها خدمات مالية، هي يعني ليها باع في ده قوي جدا. أنا مش هتكلم عن حاجة غير أن النهاردة الطرح اتغطى أكتر من 10 مرات. بالزبط. طب فده أنت بتقول السوق في أزمة، يعني بتقول أنه في عندنا مشكلة في الكاش. يعني زمان لما كان هذا يحدث في تغطية أي سهم وهو نازل يطرح فعلا بالبورصة، كان في أسهم بتتسحب نتيجة أنه ما بتغطاش أصلا. طب ده السهم هنا اتغطى أكتر من مرة، فبالتالي يعني ده معناه أنه في عندنا مشكلة في الكاش في الحياة؟ لا، ده في معناه انه في ناس بتحط فلوس وبتراهن ان المستقبل كويس. طب لما تيجي بقى تبصي للطروحات الحكوميه، ده خاصه ان الاجانب عينها عليها اكتر، يبقى ده هيبقى ايجابي ولا سلبي؟ اعتقد ان ده هيبقى ايجابي، خاصه وان ده تاني طرح يتغطى باكتر من مره. سريعا لان وقتنا انتهى، البورصه هتبدا يوم الاحد تطبيق قرارين. الاول خفض زمن الايقاف المؤقت للاسهم لعشر دقائق بحد اقصى، والسماح بالتعامل بنظام الشراء الهامشي، وايضا اليه التداول في ذات الجلسه على اسهم الطروحات الجديده. ده كان قرار، هو قرار على فكرة خلاص هيتنفذ، ده نزل من فترة سابقة، ممكن ما بقاش احنا حاسين بيه دلوقتي، ولكن بانتهاء الأداء السلبي هتلاقي ده معناه انه بينشط حركة السوق سريعا. بيدي فرصة اكتر للصعود، وبرضه بيدي فرصة للهبوط. في حاجة أخيرة انا عايز اقول عليها، لو احنا في نفس الجلسات الهبوط دي والشورت سيلينج مفعل، اعتقد ان في فرص استثمار جيدة. دي قد تكون بروفا ان احنا نبتدي نشوف لو الشورت سيلينج شغال ازاي اتمرن ان انا اكسب منه كويس جدا. فبالتالي ما بصش للسلبيات بس، انما بص في المستقبل، قد يكون اللي بيحصل ده بروفة جيدة لاستثمار جيد. هشام حسن، شكرا جزيلا. شكرا لوجودك الليلة. ومشاهدينا الكرام، سنتوقف مع فاصل قصير، تتابعونا بعده لقائي بالمهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والذي استعرضنا فيه في هذا الجزء ما تقوم به الشركة في تطوير العملية التعليمية والمدن الذكية التي تسعى الدولة للتوسع فيها. شكرا جزيلا لكم، ونراكم يوم الأحد على كل خير إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء مع المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في موضوعات كتيرة جدا ونقط مهمة نحب نتكلم فيها بتخص المصرية للاتصالات. خلينا نتحدث عن موضوع المدن الذكية. المدن الذكية هي الترند الجديد أو التوجه الجديد في يعني توجه الدولة وأيضا عالميا. خلينا نعرف من حضرتك آخر شراكة مع شركة طلعت مصطفى، أشرنا ليها سريعا في الجزء السابق في اللقاء، نعرف تفاصيل أكثر من هذا. الاتفاقية دي برضو على فكرة بقى لها سنين في محاولة الوصول للاتفاق، يعني كان في شد وجذب ما بين شركة المصرية للاتصالات ومجموعة هشام طلعت مصطفى. خليني برضو نرجع ورا كده شوية، لأن لو بصينا من بعيد هنلاقي على فكرة هو في شد وجذب ما بين مقدم البنية التحتية اللي هو المصرية للاتصالات أو مقدم الخدمة اللي هي الشركات العاملة في السوق، والمطورين العقاريين. وهقول لك برضه شد الجذب ده جاي منين وليه الموضوع اخذ سنين كده. المقدم الخدمه اللي هو زي في الحاله دي مثلا مصريه اتصالات، بيجي بيقول من وجهه نظرنا وطريقه التفكير، هنقول للمطور العقاري العميل اللي جوه عندك ده عميلي، انت ملك، انا هخش اقدم له الخدمه وانت ملك، انت مالكش دعوه.
فالمطور العقاري بيقول له ايه، طب خلاص انت خش بقى شوف هتخش ازاي، الباب حلو جدا. وفي في الناحيه الثانيه فالتاني هقول له ايه، طب خلاص شوف انا الشبكه دي، شوف بقى مين هيعمل لك شبكه، فيجي مطور عقاري يقول طب ما انا هجيب شبكه واركبها. اوكي. ونفضل في شد وجذب، ده اللي حصل في اخر 10 سنين. انكم تاخدوا اكسكلوسيفيتي، مش مساله اكسكلوسيفيتي، مش مهم المصريه، المهم احنا كده كده في ازاي ما هو النهارده في كومباوندز على فكره كبيره في مصر، مش المصريه هي اللي مقدمها، المنافسين بتوعنا هم اللي بيقدموا الخدمه فيها. فمش هي مش الفكره مين من الشركات الاربعه اللي بيعمل. المهم السؤال الاصلا المهم، ازاي صناعه الاتصالات تتفق مع صناعه اخرى وهي صناعه المطورين العقاريين؟ هو ايه اللي افضل، انه مجمع سكني ما بيتعامل مع شركه واحده لادخال الخدمه، ولا التوجه ان يكون في كذا شركه هي اللي بتشتغل؟ لا ما هي ما بصي ممكن هو يكونوا الاثنين، لو حاجه كبيره مثلا زي مدينتي ممكن يقرر مجموعه هشام طلعت مصطفى انها تشتغل مع 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 شركتين او اكتر. بس كل شركه هتبقى داخله عايزه ايه، عايزه انها تاخد الموضوع يعني طبعا. كله بس انا عايز ارجع برضو النقطه اللي كنت بكلم فيها، ان هي الاتفاقيه ما بين مصريه اتصالات ومجموعه هشام طلعت مصطفى اهميتها من وجهه نظري انها انهت الشد والجذب ما بين الموضوع ده، حصل اتفاق، والاتفاق ده شكل جديد للتعامل ما بين مقدمي خدمه الاتصالات اللي هي مصريه اتصالات والمطور العقاري. ايه شكل العلاقه؟ ان مفيش حد فينا بيدعي ان هو بيملك العميل، ده فكره اساسيه، ومفيش حد فينا بيدعي ان الـ ان الـ ان الشبكه اللي اتحطت في الارض دي ملكي ولا ملكه، احنا الاثنين دخلنا في شراكه ازاي نوصل للعميل ونقدم له افضل خدمه. وده اللي يمكن ما هنحاول جهدا ان احنا نخلصها بسرعه ونشوفها على الارض الواقع عشان الناس اللي ساكنه في 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 المدينه تشوف ازاي ان الاتفاق ده اثر على حياتهم بشكل سريع. لان على فكره صناعه الاتصالات صناعه خدميه بتخدم جميع الصناعات. يعني انا خليني بس اقول لك حاجه، يعني عايزه تعملي تطوير عايزه تعملي مدن ذكيه لازم تبتدي بالبنيه التحتيه. اكيد. عايزه تعملي تطوير تعليم لازم تبتدي بالبنيه التحتيه. توصلي له فايبر. عايزه تطوري صحه هتضطري توصلي فايبر لكل المستشفيات. هو يعني قطاع خدمي عرض داخل كل احنا عايشين في عصر عنوانه ديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي. التحول الرقمي مش تحول تكنولوجيا، ده تحول الصناعات كلها. يعني كل حاجه بتتحول انها تبقى رقميه، سواء تعليم او سواء صحه او سواء خدمات في مدن ذكيه. فكل الخدمات في كل القطاعات بتتطور عن طريق ان انت بتقدم لها بنيه تحتيه بتبني عليها اللي بنسميه ديجيتال ترانسفورميشن. اوكي. لكن بتقولوا ان انتم مش هتملكوا العميل، لكن لو انا ساكنه في مجمع سكني، لا مش بنقول احنا مش هنملك العميل، مش ان احنا مش هنملك العميل لوحدنا. يعني انا علشان اوصل للعميل اللي جوه ده حصل اتفاق شبه اتفاق تجاري بيتيح ليا والمجموعة طلعت مصطفى ان مصاري الاتصالات تبني البنيه التحتيه وتقدم الخدمه للعميل، ومجموعه هشام طلعت مصطفى تبقى جزء من هذا الاتفاق. اوكي. لكن لو دخلت مجمع سكني مثلا زي مدينتي ما حضرتك بتقول، هتكونوا انتم اللي بتقدموا الخدمه فقط في هذه المنطقه، ما فيش حد من المنافسين التانيين؟ لا على فكره يقدمها. انا ممكن اقدم انا ممكن اعمل الشبكه تقديم، اصل في فرق، ما انا عايز افرق بين حاجه لاين فقط. لا انا عايز افرق بين حاجه، في اتفاق لتقديم للبنيه التحتيه. اللي انا بقدم عملت البنيه التحتيه، بعد ما بعمل البنيه التحتيه ممكن انا او غيري يقدم الخدمه. انا مقدم خدمه ومقدم خدمه بنيه تحتيه، انا بعمل البنيه التحتيه ده اتفاق. لكن الخدمه لو انا مش هعمل خدمه وهي مش مجموعه طلعت مصطفى مش شايفه ان انا افضل واحد بقدم له الخدمه وافضل واحد بقدم له الخدمه باسعار مميزه مش هيشتغل معايا، هيشتغل مع حد تاني. وده اللي قلت لك ان قلت لحضرتك النهارده في كومباوندز كبيره جدا قريبه مننا على فكره هنا، يعني قريبه من هنا، مش المصريه الاتصالات مش هي اللي بتقدم الخدمه فيها. طيب انتم اتفقتم على اي تجمعات سكنيه مع مجموعه طلعت مصطفى ولا كل مشروعات طلعت مصطفى؟ الاتفاق مع مجموعه طلعت مصطفى كان اتفاق على
جزء معين في مدينتي، بس هو اتفاق مبدئي. بس زي ما اتكلمنا احنا وهم قلنا ده اتفاق استراتيجي هنطبقه على الارض الواقع على جزء، ولكن هدفنا ان احنا يبقى ان شاء الله ناخده لبقيه المجموعه كلها. طيب والعاصمه الاداريه الجديده، وطبعا مجموعه طلعت مصطفى عندهم مشروع كبير هناك من اوائل المطورين العقاريين اللي بياخدوا خطوات فعليه في التنفيذ، وجودكم شكله ايه في العاصمه الاداريه الجديده سواء مع هذا المطور العقاري او مع بقيه المطورين؟ احنا لينا دورين، دور اساسي اللي هو دور الاولاني اللي هو دور البنيه التحتيه ده ما فيهوش تعامل مع العميل خلاص. الجزء الثاني بقى اللي هو توصيل الخدمه. احنا كده كده في اي اماكن جديده سواء مدن جديده او طرق جديده احنا اللي بنبني البنيه التحتيه. على فكره من اكتر الحاجات اللي هتغير شكل مصر حقيقي ان في لو حضرتك بص على الخريطه النهارده هتلاقي ان الطرق اللي اتعملت في مصر في اخر سنتين غيرت شكل الخريطه خالص سواء طوليه او عرضيه. الحقيقه لما تبصي على الموضوع ده فعلا بتشوفي قد ايه ان التطور العقاري في مصر، الخريطه بتاعتها شكلها اتغير من كتر الطرق اللي قطعتها بالطول وبالعرض في اخر سنتين. طب لو قلت لك بقى ان كل الطرق دي اتحط فيها فايبر، يعني ده كان برضو قرار استراتيجي ان كل الطرق الجديده اتحط فيها فايبر. انت كده بتجهزي ان الطريق ده اول حضرتك ما بتعملي طريق في وسط الصحراء انت عملتي نهضه على يمين وعلى يسار. لو انت حطيتي فيه فايبر انت خليتي النهضه دي تبقى جاهزه لعشرين سنه قدام. فده كان قرار استراتيجي مهم جدا. ارجع لسؤال حضرتك بقى، كمدن جديده سواء عاصمه اداريه جديده او مدينه تعليميه جديده، انا بمندها بالبنيه التحتيه. اي مطور عقاري موجود هناك، مش مجموعه هشام طلعت مصطفى اللي احنا اعلنا ده مع مجموعه هشام طلعت مصطفى، وانا بشتغل ان انا اعلنه مع ناس ثانيه كمان مع مطورين اخرين، بس هي بدايه للوصول لاتفاق ما بين مقدمي الخدمه في الاتصالات ومطوري الخدمه العقاريه ان هم يتفقوا على شكل يتعاملوا بيه مع العميل اللي هو داخل التجمعات السكنيه اللي هي الكلوز كومباوند. ممتاز. نروح لموضوع تاني مهم جدا، وطبعا ابتدت السنة الدراسية من أسابيع قليلة، الكل كان بيتكلم على مشروع التابلت. نسبة مشاركتكم في مشروع تطوير هذه المنظومة قد إيه؟ هو مبدئيا هو مش مشروع وزارة الاتصالات ده، ولا مشروع مصرية الاتصالات ده، مشروع تعليم، مشروع وزارة التربية، مشروع البلد، وفي جزء منه ليه احنا لينا علاقة بيه، جزء اللي هو توصيل. هو جزء كبير جدا، بس هو مش عايز اقول ان هو جزء صغير جوه المشروع. هو جزء كبير جدا بالنسبة لنا، نحتاج منا شغل كتير جدا. كان في 2563 مدرسة طلب مننا ان احنا نوصل لهم فايبر تو ذا سكول. احنا مش هنقول له اف تي تي اتش فايبر تو ذا هوم، ده فايبر تو ذا سكول. احنا 2563 مدرسه كان مطلوب مننا ان احنا نوصل لهم فايبر في اي محافظات في فعلا. جميع محافظات مصر من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها. اوكي. احنا ال 2563 ناقص منهم 9 مدارس فقط. حقيقي رائع. لا نص نص. لا 2563 فعلا ناقص منهم 9، والتسعة 9 مدارس بس. 9 مدارس والتسعة كان ليه، لا التسعة خلينا نقول مش مهم الرقم على فكرة. هو المهم ان اللي انا عايز اقوله في مجمل حواري على فكرة ان المصرية الاتصالات بتتحرك على كافة الاصعدة. هي دي الحاجة الاساسية اللي لكن انا مهتمة اعرف المدارس دي كانت مدارس حكومية ولا خاصة ولا من الناحيتين؟ لا مدارس حكومية. بس برضو ارجع اقول لحضرتك تاني، انا مش دوري ان انا اتكلم على مشروع التعليم، لان مشروع التعليم المنوط بالحديث عنه وزارة التربية والتعليم. انا فاهمة، لكن طبعا انا دوري ان انا اروح اقول لحضرتك انا طلب مني ان انا اوصل فايبر ل 2563، وصلت الفايبر ل 2563 ناقص 9، التسعة دول إن شاء الله نخلصهم لما يسمح لنا بالعمل عليه إن شاء الله. ممتاز. إزاي بتشوف مستقبل التطور والتحول الرقمي في مصر؟ لأنه في شغل على مستويات مختلفة، وزارة التربية والتعليم أكيد، وزارة المالية، وقطاعات تانية مهمة جدا في مصر معتمدة اعتماد أساسي على أن احنا نطور البنية التحتية.
زي ما قلت حضرتك انا في حواري مع حضرتك النهارده قلت ان قطاع الاتصالات قطاع خدمي عرضي في اي 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 صناعه عايزه تتطور النهارده هتبقى عايزه تعمل تحول رقمي لطريقتها في العمل داخل هذه الصناعه هتضطر انها تتعامل مع مقدمي خدمات التكنولوجيا للاتصالات تكنولوجيا المعلومات خدمات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات فهتضطر تتعامل معانا لان احنا لازم نقدم لها البنيه التحتيه. لو جينا عملنا في التعليم البدايه بتاعته كانت فايبر تو ذا سكول، الصحه هتبقى فايبر تو ذا هوسبيتال. في مثلا موضوع العلاج عن 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 بعد دي تطبيقات موجوده النهارده وموجوده يعني موجوده لان التطبيقات دي عمرها ما هتحصل الا لو خدمات البنيه التحتيه والاتصالات جاهزه انها تتعمل. صحيح. انا ديت في زيارات لاطباء بتتم بالفعل من خلال مشروعات لا وهي موجوده حديثة. يعني هي موجوده النهارده التطبيقات دي موجوده. أيوة. وعلى فكره انا التطبيقات دي يعني انا شفتها مطبقه بكثافه يعني هي موجوده في مصر ولكن انا شفتها مطبقه بكثافه على كثافه سكانيه كبيره في بلاد افريقيه. فلان الحاجات دي هتنفع البلاد يعني البلاد اللي هي فيها مثلا قله من الاطباء في اماكن معينه واماكن بعيده وانك بتسهلي على الناس انها بدل ما تسافر وتيجي للقاهره واسكندريه علشان تروح لدكاتره فممكن عن طريق العلاج عن بعد تحاولي تحلي 50% من الحالات والانسان موجود في بلده. فده تطوير الصحه عن طريق التكنولوجيا، في تطوير التعليم عن طريق برضه التكنولوجيا، في تطور الصناعه عن طريق التكنولوجيا برضه وده بيزيد ويزيد. وعلى فكره برضو هرجع اقول ومع دخول التكنولوجيات الجديده زي انترنت الاشياء لا الناس هتعتمد اكتر واكتر 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 على التكنولوجيا. احنا في اللحظات الاخيره في هذا الحوار في الاول عايزه اسالك عن السنه اللي فاتت، كانت بالنسبه لك يعني متعبه ولا ممتعه ولا ايه؟ بس لا بصي هي مثيره جدا لان احنا وانا برضو برجع اقول انا فخور جدا ان المصريه اتصالات بتتحرك على كافه الاصعده سواء البنيه التحتيه او سواء المشغل المتكامل الجديد او سواء سوق الكابلات البحريه. الاهم من كده ان ده كله على فكره ده كله تشغيلي انا، اهم حاجه عندي في الاخر ان الشركه تبقى أهدافها المالية محققة. وده يخدنا للتوقعات الأرباح في الفترة اللي جاية أو إحنا يعني إحنا في سنتين في سنتين متتاليتين إحنا هتبقى شركة بتنمو في الأرباح وفي هامش الربح وفي صافي الربح مع وجود يعني تعرف حضرتك ان القروض بتبقى ليها الانترست ريتس بتاعتها وبتبقى مؤثره في تاكل الارباح. لكن مع كل اللي انا حكيته ده مع القروض اللي احنا خدناها عشان نعمل بيها كل الكلام ده الشركه في حاله ماليه صلبه وصحيه جدا لان احنا قدرنا في سنتين متتاليتين ان شاء الله بننمو في الربح فمش الربح وفي صافي الربح. ايه توقعاتكم للارباح بالنسب للسنه اللي جايه؟ ارباح كتوزيعه ارباح؟ لا 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 لارباح الشركه المحققه احنا 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 اعلنا. بصي اقول لك حاجه انا دايما بحب اتكلم على اللي فات وانت بقى تبروجكتي منه اللي جاي. انا اعلنا احنا اعلنا ان نص السنه اللي فاتت احنا ارباح الشركه المصريه للاتصالات لاول مره بتتعدى ال 10 مليار جنيه. على فكره كان في وقت قريب كانت ارباح السنويه المصريه للاتصالات قريب من 10 مليار جنيه ففي نص سنه عدينا ال 10 مليار جنيه. الشكل المالي بتاع الشركه شكل ثابت لدرجه لان احنا بناخد بنعرف ناخد قروض بالدولار من خارج مصر. فده يدل على مدى الماليه للشركه وايضا ثقه وفي نفس الوقت المؤسسات. انا سعيد ان بقى في اهم حاجه في اي شركه في مرحله نمو هي اللي احنا بنسميه ذا ستوري. بقى في ستوري الناس شايفاها المصريه للاتصالات رايحه فين والناس عارفه المصريه للاتصالات السنه الجايه عايزه توصل لايه. ف بس يعني ارجع برضو صراحة حضرتك لا طبعا سنه مثيره جدا 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 ومليئه بالاحداث والمصريه للاتصالات كان كبير وهتفضل كان كبير وهيكبر ان شاء الله اكتر من كده ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا الحوار المهندس احمد البحيري العضو المنتدب ورئيس التنفيذي للمصريه للاتصالات. اهلا مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على متابعتكم لنا و
بالتأكيد لقاءات أخرى ترتقبوها على مال وأعمال في إكسترا نيوز. شكرا لكم.